عائلة أو عائلة تتكون من حميد المريض ومرته نجاة وزوز بنويت وولد ومع أختها كريمة المريض وولدها. جايين من وين؟ من خلال الفرجان. جايين من غادي. نعم. جايين من خلال الفرجان وحاطين علامات وصار فرحانين. هم ماشيين كنا يخدموا البوابة يقولوا متوار يعلقوا في العالم فرحانين طالعين على من روشة. شو مستوى وين مستوى لي مسلم يحسبون توار تحت الكوبري جنب الحوادث. وعلى فكرة شدوني الصبح نيرة أنا شدوني نفس الجماعة خدموني السلاح متاعي وقال لي حدي يعني العمر مازال قول لي عبيد هني مش قاتلينك برا قاتلين جماعة قدامي شبحت من روحين ما عمد نشتوش حضرها برا الصبح بعد اليوم أمه تقول العصر الصغار وشوفهم يحسبون توار طالعين نظار عمران ولد عم مش عارف اسمه محمد فتحي مش عارف اسمه ولد عم الصغير ولد خاله طالع من روشه وعم كريمه يقولوا مكي بالعالم حسبهم طوار هم قالوا هيك وفرقوا فيهم طول الصغار جدهم ضربات هنا ومن دعم جتها في راسها هذا كله ما فيش راس هو هذا كله مخ طالع لبرا اتصلوا بينا قالوا تعالى جاي سالم قال لي راه اختي ونضرب الطوشه بينا عم بشعر على الشوف في السماريس طلعت نجري لقيت جماعه جايبينهم لقيت الصغار الزوز مشيت لقيت الثاني مضروب في ودنه قلت شيء قال لي امي مشيت لقيت من المراه ميته ولقيت ولد عمتي مضروب ومرته ثلاث رصاصات في يدها ثلاث داخل في العظام ونويت بس انا مشي فهمت كيف؟ قلت لهم ليش قلت لهم شيء الجريمه بتاعهم عندهم على الاستقرار قالوا بهيك هذه هي التهمه بس هو هذا فرحانين هذا هيك عائله مشتكه على ان شاء الله الجنه هدر ان شاء الله لكن الحمد لله الحق الحمد لله والله صابرين والله صبرت وما شلوا والله الواحد انا بكي انا ما بكون الله اخوه محمد ولد حميد والله اخته الصغيره تعيش ماشيين يقول اخوي في قلبي ما يموتش اخوي قاعد في قلبي اخوي يموت شو تقول لي والله ما بكون امه تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله مضروبه في ايدها وتقول الحمد لله ثم باهي شنو بكتم هيك الحمد لله ايش شنو انت ليش عايش؟ ايوه مش نبو الجنه احنا اكيد ونفس وقتها تخلدت في الدنيا انت وخلاص أيوة. في اللي مات مخروم في اللي مات في الحمام صح. في اللي مات في البنزينه يخلفها ماتها في الرياضيه وفي اللي مات هيك الحمد لله الحمد لله الحمد لله هذه النعمه ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله ربي يتقبلهم ان شاء الله ان شاء الله يا رب لا اذا كنت معهم شو يحفر جماعه في قبل قبل العصر بدفنوهم في جامع بالامير ان شاء الله كان قعدتوا تصوروا ان شاء الله ان شاء الله نولع